السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الدين والمجتمع. يقول البيان القرآني في الكتاب العزيز: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. كل علماء النفس والاجتماع يصرخون هذه الأيام: هناك مرض خطير يهدد الإنسان. ما مكنون هذا المرض؟ إنه مرض القلق والخوف من المستقبل. هل بات الإنسان كثير الانشغال بالخوف من حاضره ومستقبله، وكثير القلق؟ بل هناك من يفكر بالانتحار، هناك من يفكر بالهجرة، هناك من يفكر بأن يهرب من أهله. ما سبب الخوف من المستقبل؟ وهل في الإسلام حل؟ وهل في الإيمان حل لطمأنة القلوب؟ هذا ما سنتناوله في أمسيتنا هذه مع الأستاذ الدكتور إحسان هموندي. الدكتور إحسان هموندي من مواليد كركوك 1942، حاصل على شهادة الدكتوراه في طب العيون من جامعة ألمانيا وفيينا، كما حصل على شهادة الفلسفة من جامعة ألمانيا. عمل طبيبا ممارسا في علم النفس الطبي أيضا في ألمانيا، وعمل مؤخرا أستاذا في جامعة صلاح الدين في كلية الطب. نرحب سويا بالأستاذ الدكتور إحسان هموندي. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، سعيدين بك دكتور. يا أهلا بك. هذه الابتسامة تدفع إلى الأمل إن شاء الله وليس العكس. إن شاء الله. دكتور، يعني تخصصك بعلم الفلسفة وعلم النفس، إضافة إلى الطب أيضا، بماذا تفسر الآن هذا الخوف والقلق عند الناس؟ نعرف أنه لانعكاسات الحروب والأزمة الاقتصادية والاجتماعية لها انعكاسات على هذه النفس البشرية. أولا نريد أن نفهم ما مكنون هذه النفس البشرية، وما دخل علم النفس في معالجة مشاكلها. تحية لكم وللمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. في الواقع كلمة خوف، لو نأخذها ككلمة، ما ممكن تعريفها بشكل عام، لأن عند كل إنسان يختلف هذا الشعور بالخوف عن إنسان آخر. ومع ذلك انه شيء كيميائي من داخل يعني جسم الانسان، هذا مو فقط فد شعور، وانما تفاعلات كيميائيه تؤدي الى هذا الشعور بالخوف. مساله القلق هي مشكله كبيره، كان موجوده بوجود الانسان، موجود القلق، ولكن في الاونه الاخيره عندنا في جميع المجتمعات، ان كان شرقيه غربيه، في كل مكان بالعالم، الانسان تقدر تقول يمطر بإعلانات، بمعلومات، بمشاكل من التلفزيون، من إنترنت، من فيسبوك، إلى غير ذلك. كل هالأشياء الإنسان ما يقدر يتحملها ويحللها. في كثير من الأحيان يظهر الإنسان وكأنه هو العنوان لهالمشاكل اللي تأتي، ويأخذها على عاتقه، ولو هذا ما له علاقة به. فلهذا تشوف في مجتمعاتنا الشرقية هسه، في الماضي كان يزور في المقاهي يحكون عن نكت، يحكون عن أشياء جدا بسيطة طبيعية. صحيح. والآخرين يروحوا للبيت ويأكلون العشاء وينامون، كل مشكلة ما موجودة. اليوم ما تروح كلها حديث عن مشاكل، أنا قرأت في الفيسبوك كذا، أنا قرأت في مكان كذا، وهذا هذه المعلومات بالأساس أصلاً مغلوطة، لأن المعلومة شيء واقع شيء آخر، العلم شيء ومعلومات شيء آخر. فالإنسان اللي يسمع هالمعلومة هذه، هالأخبار هذه، إن أراد أو لم يرد يخبص نفسه به. من يخبص يقع في نفق مظلم. صحيح. لأن يوم لم يشعر وكأنه هو المذكور بهالمشاكل الموجودة. إذن هو عنده قابلية الخوف والتحسسية، يعني استعداد. عنده استعداد، نعم. عنده استعداد، لأن الإنسان بطبيعته فضولي،
يريد يسمع، يريد يشوف، يريد يسوي كل الأشياء، يتحرك. فمن يسمع شيء خاصة إذا ما يفهمه، هو يخلي نقول هو يكمل اللي سمعه نص، النص الثاني يكمله هو. من يكمله يصير عنده مشاكل مرتبطة بشيء ما يعرف أساسه أصلاً، ويدخل في تأويلات ويؤول لنفسه كثيراً، ويحل ويسوي ليلة منها ولا وجود لذلك في الواقع ربما في أغلبية، أو خاصة إذا وجد بس ما له علاقة به هو. صحيح. فتشوفه يشعر بأمراض وهو مو مريض، وهذا اختصاصي. من يجي إنسان يشعر بمرض، أنا أخذي أول مرة يجلس بيرتاح كلش على أريكة ويتكلم عن مشاكله، يتكلم 20 دقيقة 25 دقيقة، أنا ما أتكلم أي شيء. بعد يوم ثلاثة جلسة ثانية، جلسة ثالثة، في الجلسة الرابعة عادة نشوف ما بقى له شيء يحكي، لأن حكي كل شيء ويشعر بارتياح. لأن هذه الأشياء اللي كان في عقله، في مخه، في قلبه، في شعوره، كان يعرق ما ينام الليل. من ما ينام الليل الصبح تلفان، الصبح تعبان، يشرب قهوة حتى يبقى صاحي، وبالليل ما يقدر ينام لأن شربوا هاي قهوة. فتتكرر الآية، تتكرر. فتشوف الأمراض النفسية الموجودة اليوم أكثريتها الساحقة هي من الإنسان نفسه، لأن إحنا ما نتحمل، إحنا أصلاً مصنوعين أو خلينا نقول موجودين لحياة اعتيادي جداً اعتيادي، وليست حياة معقدة أبداً. سيدنا علي، يعني كلامك استخلصه سيدنا علي عليه السلام رضي الله عنه، يقول داؤك منك وما تشعر بالضبط، ودواؤك فيك وما تبصر وما تبصر. يعني فعلا الداء والدواء فيه، ولكنه لا لا ليس عنده خبرة في استخراج ذلك. بالضبط. أيضا كأنك تشير دكتورنا العزيز أن التكنولوجيا أيضا لها سبب كبير جدا في خوف الإنسان وقلقه. نعم، مو التكنولوجيا بحد ذاته، من يستخدمها ما مشكلة، وإنما اللي يستخدمها لغايات. جنابك عندك موبايل، أنا عندي موبايل، كلهم عندهم موبايل، ولكن كيف تستعمل، كيف تستخدم الموبايل لأي غرض؟ أنا عايش في ألمانيا، الألماني عنده موبايل ولكن ما يستعمل إلا للطوارئ، للطوارئ الذين صنعوا الموبايل هم لا يستخدمونه إلا عند الطوارئ، وعنده تلفون بالبيت، تلفون اعتيادي اللي كان أبانا عندهم في البيوت، وفاكس عندهم. يعني الأشياء اللي إجت علينا إجت بشكل بحيث نحن ما كنا مستعدين أصلاً، لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا عقليا حتى نستخدمها. فبدأ سوء الاستعمال، سوء الاستعمال هذه أدت إلى المشاكل. ربما أنت تسمع منك يصير قتل، يصير أشياء من الموبايل، من الفيسبوك، من الإنترنت، من الأشياء. ليش؟ اللي صنعها ما صنع لها الغاية هذه، وإنما صنع لغايات إنسانية علمية يساعدك في حياتك، بينما نحن نستعمله لشيء آخر. فهذه المشكلة، ليش مجتمعنا ما مهيئ ياخذ التكنولوجيا والثقافة الغربية اللي مضى عليها 200-300 سنة، نحن ما نستوعبها في 20 سنة، فصير عندنا مشاكل. صحيح. إذا تأخذ السيارة هي مشكلة بحد ذاته، إذا تأخذ تلوث الجو مشكلة بحد ذاته، إذا تأخذ نمط حياتنا اليومية، هذا ما نمط أجدادنا. دكتور، يعني مواكب وزراء ورؤساء وزراء في الاتحاد الأوروبي، أحيانا تجد مواكب من يعني دراجة هوائية مشي ومشي مشي. نعم، صحة مشي أو دراجات هوائية. نعم نعم، أنا كنت طالب في جامعة فيينا، كان يجي رئيس الجمهورية بالترامواي مثلي، كل مشكلة ما عنده. ما شاء الله التواضع عندهم وعندنا تواضعهم، هذا التواضع. يعني لو تشوف نهاية الأسبوع وزير، رئيس وزراء، مدير عام، جنرال، أي شيء، راكب بايسكل وعلاقته وراه وعائلته يسوون سفرة. نحن مشكلتنا في نهاية الأسبوع إما ينام إلى نص النهار أو بعده، أو يطلع ويا عائلته وبموكب يروحون يحتلون تل أو مكان معين، يريد يرتاح. من إيش ترتاح أنت؟ كل الأسبوع ما سوى شيء،
والارتياح النفسي والجسدي تحتاج أنت إذا كنت قائم بعمل من الأعمال. لو تأخذ موظفنا الاعتيادي، لو تأخذ المستخدم الاعتيادي، طول النهار تقريبا ما يسوي شيء أصلا، ما يحتاج إلى نهاية الأسبوع، وما يحتاج إلى والله فعلا دكتور إلى إجازة سنوية، شو يسوي به؟ وين يروح؟ دكتور أنت تتحدث عن 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 الغرب للأسف كأنه أخذ أخلاقنا فعلا، ونحن أصبحنا يعني بين تاريخنا بين حاضرنا وماضينا بون شاسع. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس كان راكبا على بغلة أجلكم الله، جابوا له يعني شيء راقي مع مزين وثياب جميلة، فلما لبسها تعثر بها، قال ردوا إلي ثوبي وردوا إلي مركبي، يعني نفسي إرادة الشيخ، لا خلوني كما أنا. وهؤلاء الغربيون الآن يفعلون هذا بالضبط. يعني دكتور نحن لسنا كما قلت مهيئين ربما في استخداماتنا للأسف للتكنولوجيا. نعم. هذه أعطت انعكاسات علينا نفسية خطيرة وأصبحنا مضطربين. نعم. حتى تفسخ الرحم بيننا. نعم. والعلاقات. نعم. صلة الرحم بيننا بسبب التكنولوجيا أيضا. نعم. هو لو تمشي بشارع تشوف أي شخص مشغول بالموبايل ماله لا يشوفك ولا يسلم عليك، تروح بيت من البيوت ثلاثة أربعة قاعدين كل واحد مشغول بالموبايل ماله، ليش أروح أزور الناس؟ ما هو واحد يحشو يعني. بس يقول لنا الله بالخير وهي وتنتهي القضية. فأجيب لك مثل على مثل ما تفضل جنابك، الأوروبيين أخذوا الأشياء الحسنة من عندنا. الثقافة الأوروبية تقول من تأكل قسم معتك ثلاثة أقسام، قسم للأكل، قسم للشرب، وقسم للهواء. الرسول العظيم يقول نفس الشيء قبل 1400 سنة، من أخذ من من؟ هذا واحد. الله. ثانيا من تروح تزور عائلة أجنبية خليهم الأوروبية ألمانية كذا وتأكل وياهم، تشوف بعد ما تنتهي من الأكل تشوف مواعينه وكأنه مغسولة، ينظفها ما يخلي بي أي شيء باقي. روح عندنا شوف مواعيننا من ناكل، نص الأكل نذبه وثلاثة أربعة بعده في المطبخ. عجيب الأكل اللي نحن نهدره نزته بالشارع. كأن أسباب الاضطرابات النفسية مركبة بين التكنولوجيا بين السلوكيات الخاطئة. نعم. كنت قبل سنوات طويلة جدا عند أحد أساتذتي في الموصل، رجل كبير في السن ومن العلماء الفضلاء، نذكر اسمه. نعم. للتاريخ. نعم. الشيخ محمد الرحال. نعم. هذا من كبار علماء العالم الإسلامي في الموصل، وكان خبيرا فلكيا أيضا. عندما كنت أحضر وهو يأكل كان يضع في الإناء بعد أن يكمل طعامه شيئا من الماء وبإصبعه يفعل هكذا. نعم. يشربه يقول. نعم. لا تعرف أين البركة ولا يجوز أن نبقي شيئا من هذا أبدا. يعني هذه فعلا أخلاقنا وأخلاق أجدادنا أيضا. بس أخذوا هم. عجيب. أخذوا هم ويستعملوا ويستخدموا بنجاح، حمين كلش بنجاح. نحن عندنا مشكلة أخرى. نحن عندنا خجل اصطناعي، خجل كاذب. هذا مو خجل، كاذب. كاذب كيف هذا دكتور؟ أجيب لك فرد مثل. مثلا واحد يروح أحد البيوت كضيف، أنت لا تريد ولا تتوقع بأن يسوي لك أكل لأربع خمسة أشخاص. اللي رحت له يعني صاحب البيت يخجل إذا جاب لك أشياء قليلة أو أشياء ربما يعتبرها مو في مستواك. يروحون بعض الأحيان يتداينون حتى يعملون فشيء يعني يظهر بمظهر الغني بمظهر اللي عنده. مع أن الصحابة يقولون نهينا عن التكلف. بالضبط. وهذا ما ضروري أبدا، ما ضروري. هذا واحد. ثانيا أنت تروح بيت أحد الأصدقاء أو أحد الأقارب تشوفه، أنت ما رايح هناك حتى تعمل فرد نقطة إيش قد جاب أكل وش أي نوع من الأكل كان موجود. أنت تشوفه تريد تجلس وياه، والأكل شيء ثانوي. عندنا رقم واحد الأكل، رقم واحد. ويجيبوني ويجيبوني يجيبون. طيب نحن أربع أشخاص جايبين فواكه أو الآخر، وأنت لو تراقب شفت أكثر من مرة
واحد يأخذ تفاحة يأخذ جزء منه ربما ثمن أو سدس من التفاحة يأكله ويخلي الباقي، بينما الألماني يأكل كل التفاح ما يبقى منه شيء. ليش؟ لأن جايب التفاح إله ويريد يأكله، وإذا ما عنده رغبة ما عنده شيء يأكل ما يلمس التفاح، يخلي هيجي لشخص آخر. روح جيب كباب، يخلون تحت الكباب 10-12 رغيف خبز والكباب عليه، وعلى الكباب 10-12 رغيف جديد. أوكي؟ جواني ما يأكل أحد هنا ويرمى، يرموه. والله ما توجد، أقول لك والله جالسين في مسجد قطعة خبز في قمامة ألماني، قطعة سبحان الله. ما يرمي، حفظ النعمة. أي ما يرمي. إذا كنت في نعمة فرعها، وهذا الرعاية للنعمة. هذا مثل يروح يتسوق يشتري خلي بطاطا عنده بالبيت، يشتري بصل وبصلتين، يشتري ربما من الأشياء قرع واحد، باذنجان واحد، طماطة واحد أو اثنين، وشوي رز أو برغل أو أي شيء آخر، وهذه أمامنا أكل. نحن نشتري أكثر من حاجاتنا، ولأن ما نقدر نأكله إما نرميه مطبوخ أو نرميه بعد ما يخرب. صح صحيح. ثلاجاتنا مليانة ما نقدر نأكل كل الأشياء. وهناك أيضا في الطرف الآخر في أرضنا من يأكل من الزبالة. بالضبط. يعني هذه التناقضات الغريبة. ثم نقول بعد ذلك نحن مضطربين نفسيا ونحن الذين فعلنا هذا. بالضبط. دكتور أيضا على السلوكيات المجتمعية، يعني أنا كنت جالس يم دكتور طبيب قبل سنوات عدة في حلب، يقول ذهبت للدراسة الطب في ألمانيا. نعم. على ذكر ألمانيا. نعم. يقول فخلونا 6 أشهر للتعليم لغة، لابد أنه أستأجر يعني مجتمع صغير في قرب بيت ألماني حتى. نعم. يكون هناك احتكاك لتعليم اللغة اجتماعي. نعم. يقول يعني أم هذا البيت لم تدخلني إلى البيت، تكتفي فقط في الكلام. نعم. بعد أن تأكدت من أخلاقي. نعم. دعتني إلى داخل البيت. نعم. وقالت كم تصرف على الطعام، أعطيني هذا يعني حصالة. نعم. وأنت تأكل معنا. نعم. مرة كانت خارجة هي وزوجها. نعم. فقط البنت تنظف في البيت. نعم. فسقطت من يدها تحفة جميلة جدا. نعم. وانكسرت فجفلت البنت، فأراد أن يواسيها فقال لها لا تقلقي. عندما تأتي أمك سأقول لها كانت النافذة مفتوحة وجاء هواء وانكسرت. نعم. يقول فنظرت إلي شزرا ثم تركتني. المساء استدعتني أم البيت وقالت لي أسبوع بعد أسبوع ما تبقى في البيت، جهز أحوالك. ليش ما ليش؟ قالت بعد أسبوع أخبرك. نعم. لما حمل حقيبته. نعم. للخروج حمل الحقيبة، قالت سأقول لك الآن لماذا. أنا منذ صغر نعومتي أظفارهم أولادي يعلمهم على الصدق، وأنت. نعم. تأتي في أيام تعلمهم على الكذب. ونبينا يقول المؤمن عندما سئل المؤمن يزني؟ قال نعم. نعم. قال المؤمن يسرق؟ قال نعم، قد يقع منه ذلك. نعم. عندما سئل المؤمن يكذب؟ قال لا. نعم. نحن فعلا صحيح. مريضين نفسيا دكتور؟ نعم، نحن عندنا مشكلة جدا كبيرة. المسلمين بشكل عام وشرق أوسطين بشكل جدا جدا خاص نحلف هواية كذب. والله والله يعني كلمة الله صاير استغفر الله يا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كل شيء يكذب، يكذب قدام أطفاله، يكذب قدام الأصدقاء. تصور واحد قاعد بالبيت يجي تلفون والأب يقول لابنه ويقول بنته يقول أنا ما موجود بالبيت، لما يريد يتكلم مع المخابر. هذا الطفل يتعلم الكذب من أبوه أو من أمه. فهذا اللي حدث مع الشرقي مع الألماني، هذا اللي أنا أشوفه من 50 سنة ما تشوف ألماني يحلف. حلف ماكو، أكثر شيء يقول لك صدقني، هذا كل ما في الأمر. أما الله، قرآن، عيسى، موسى، ماكو، كل أشياء ماكو، لأن الحلف فقط في المحكمة مو بالشارع. وبعدين ماكو ضرورة تحلف.
دكتور هذه أسباب كثيرة ومركبة التي أدت إلى اضطرابات نفسية ثم انعكست على واقعنا الاجتماعي نعم. والاقتصادي نعم. نريد أيضا نتناول نحاول أن بقدر ما نستطيع أن نعالج هذه الأسباب، لكن نأخذ فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مع الدكتور إحسان هموندي وحديثنا عن الخوف والقلق من المستقبل والحاضر أيضا. مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا دكتور. يعني فعلا الإنسان داؤك منك كما قال سيدنا علي، والأسباب كثيرة مركبة. أيضا نسينا أن نذكر سبب رئيسي، أي أيضا أحيانا القلق يولد مع الإنسان بسبب أسرته، يعني عراك بين الزوجين فيضطرب الإنسان. نريد من حضرتكم كيف نبدأ نعالج أنفسنا، أن نرتب أنفسنا في معاملاتنا مع أولا في الداخل النفسي شعور المطمئن، في طعامنا شرابنا رزقنا، كيف نعالج أنفسنا من الخوف ومن القلق أيضا؟ وخوف شيء طبيعي موجود، ولكن بين خوف وخوف موجود فرق. أكو خوف من الله سبحانه وتعالى، ما ضروري نخاف من الله، إذا أطعنا الله ومشينا على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما موجود خوف. ولكن أكو خوف دنيوي، نخاف من بشر، نخاف من حكومة، نخاف من الشرطة، أو نخاف على مصيرنا. فمنقول اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، معناته أنت لازم تشوف قد القدرة الجسدية والعقلية والمادية اللي عندك حتى ما تحمل نفسك أكثر من اللازم. مثل ما يقول أوفرلود، الإنسان ينكسر تحت هذا العبء الثقيل. ثانيا المطالب اللي عندنا من الحياة لازم تكون بقدر إنتاجنا للحياة. كثير من عندنا يريدون أشياء اللي هم يعرفون إذا هم أصحاب العقل ما يوصلوها، لأن الأدوات اللي تحتاج للوصول إلى هالغاية ما موجودة. فلهذا اكتفي بالموجود وفكر خطوتين ثلاث خطوات أكثر، ولكن مو أكثر من اللازم. مثل ما يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. طيب نحن نقوم بكل عمل اللي هو خير، لأن ما نعرف باشر نموت أو ما نموت. ولكن في نفس الوقت يقول لك رح يعني اجعل من نفسك فرد واحد يقدر يمشي أكثر من الخطوة، 100 خطوة، 1000 خطوة، 1,000,000 خطوة، ولكن في نفس الوقت فكر دائما بالموت. معناته نحن فهمي غلط هذا، ونستعمل مصطلحات ما العلاقة بالإسلام على الإطلاق. تقول لفرش يقول الله كريم، طيب تعال أقعد فهمني الله كريم. أنا ما أقول الله كريم، ولكن الله كريم إذا أنت تكرمت على نفسك وتكرمت على حياتك، فعلت ما عليك، فعلت ما عليك، والله كريم عليك. صحيح. ولكن تقعد بالبيت وتقول الله كريم، الرزق من الله، الرزق من الله صحيح، ولكن مستحيل الله سبحانه وتعالى يجي يدق بابك يجيب لك علاقة بفلوس. أنت لازم تطلع برا، أنت لازم تروح تبحث عن عمل، اتخاذ الأسباب حتى الله ينطيك الرزق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأرزاق توزع في الصباح. طيب واحد يقوم سحب 12 الظهر ويريد رزق، ما باقي شيء. إذا تشتغل بالحقل كل شرح، إذا تشتغل بالمعمل المعمل انتهى، كل هالأشياء. معناته نحن ما أقول ثقافة، ما أعتقد هذه الثقافة وإنما كل أشياء، ولكن عندنا ممارسة غير طبيعية غير إسلامية ونخليها على الإسلام. صح صحيح. المسلم مو هيجي، المسلم يشتغل يكافح من أجل الحياة، يناظر من أجل الحياة. ليش؟ ما يريد يكون عالي على الآخرين. صح. ما يريد يكون ثقل على الآخرين. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما دخل المسجد ورأى رجلا يذكر الله قال من يصرف عليك يا فتى؟ قال أخي، فضربه بالدرة قال أخوك خير منك، أخرج روح استرزق. تمام. صدقت. هي هذه المشكلة. مثلا لو دائما لازم أقارن، لأن حياتي الأكثر في أوروبا، الأب ما ينطي ابنه أي فلوس يشتري بسيارة. كلمة أجيب زوجة ابني أو أزوج ابني ما يعرفوها،
هالكلمة ما موجودة. إذا أنت تريد تتزوج ما معوق، تشتغل روح تزوج، ابني لك بيت، ابني لك شقة وجهز حالك. أنا أشوف أن الناس يروحون يتداينون، يقومون على نفسهم ديون من أجل أن يزوج ابنه. طيب إذا ماديا ما تتحمل، إما قلل المصاريف حتى توفر، حتى توفر، أو انتظر حتى توفر. يعني هذه ما لها علاقة بالإسلام، ولكن نحن جايبيها الأشياء مراكمة على الإسلام، والإسلام صاير يعني فد شماعة صحيح لكثير من الناس، بينما الأوروبي واقعي، واقعي منطقي، يقول اللي ما عندي ما عندي. أكو ناس سنة كاملة يوفرون فلوس حتى يشتري خلينا نقول سجادة، أو يشترون خلينا نقول طعم قنفة، قنفات عندنا يروح يشتري بالقسط. طيب ليش بالقسط؟ إذا ما عندك فلوس وفر الفلوس واشتري حاضر. والله دكتور كثير من الناس يسألون أن هل يجوز أن نذهب إلى العمرة يعني بالدين؟ يقولوا شيء لم يعني يجيبه الله عليك، فلماذا تستدين بعد ذلك تقع في مشكلة وترجع تقول يعني تعبان نفسيا ومهموم لأنني مطلوب يوميا؟ يعني فعلا نرجع إلى المربع الأول، الإنسان هو السبب يعني في هذا. زين دكتور، الإسلام هذب هذا الإنسان وبناه بناية كاملة، ثم بعد ذلك بنى له دولة. يعني في العهد المكي 13 سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبني إنسانا قبل أن يبني دولة. أولا عرفه بالله سبحانه وتعالى، أن يعرف الله سبحانه وتعالى، ثم أن يعرف حقوق الناس وأن يعرف حق نفسه أولا. ما قيمة الإيمان الآن؟ حتى علماء النفس الغربيين أنفسهم وبعضهم حتى ملحدين يقولون للإيمان دور كبير بالشعور بالطمأنينة. طبيعي فعلا طبيعي. الإيمان بالقدر خيره نعم. وشره نعم. هذا عملية الإيمان يعني سيكولوجيا ما فائدتها للإنسان؟ أجيب لك مثل ألماني. الألماني يقول الإيمان، الإيمان يقدر يحرك جبل، يحرك جبل، جبل دي غلوبه بيفيكت اين بيرك، يحرك جبل. هو مو قصده جبل، هو قصده إذا عندك إيمان نعم. تقدر تسوي تقريبا كل شيء. معناته المؤمن يقوم بالأعمال اللي هو عنده إيمان به ومية بالمية ناجح. ليش؟ الهدف بالإيمان، الغاية بالإيمان. إذا وصلت الهدف طيب، وإذا ما وصلت ماكو مشكلة، بس أنت بدأت بإيمان. يعني ما يقولون الأعمال بالنيات، أنت كان عندك نية صادقة، نية جيدة، نية نظيفة، إذا ما وصلت ماكو مشكلة. ولكن الإيمان يعطيك قوة، قوة نفسية، يعطيك قوة تستمر على شيء، يعطيك قوة تتحمل المصائب، تتحمل المشاق. يعني من طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المعالي. صحيح. يعني شو نقول؟ شو نحن نقعد جوا جبل ونقول والله حلو فوق الجبل؟ طيب قوم تحرك. إذا ما تتحرك ثق بالله. أنا اللي أشوفه من الأوروبيين تطبيق الإسلام العملي، اللي أشوفه من الشرقيين جاعلين من الإسلام مشكلة. ليش مشكلة؟ كل الأشياء الموزنة يقولون الإسلام، كل الأشياء الموزنة يقول الدين. مثلا أكو ناس يقولون لو الله كان يقدر يسوي فقير، صحيح صحيح الله كان يقدر يسوي غني، ولكن ربما كان الغنى بالنسبة لك كارثة، فلهذا الله ما جعلك غني. إذا أنت بهالمستوى هذا صغني غني شلون تصير؟ ولهذا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدقتم وصدقتم. هذه مشكلة. يعني نحن عندنا مشاكل كلش كلش هواية، وهذه أنا أقول وراثة، موروث، موروث من الأجيال الماضية. ولو الأجيال الماضية كانوا أحسن من عندنا بكثير، لأن كانوا على الأقل ما يتكلمون هواية، على الأقل ما يعرفون هواية. المشكلة الآن إحنا عندنا معلومات، المعلومات اللي في كثير من الأحيان ما مبنية على منطق ولا على علم، وإنما معلومة.
وننشر معلومة ونأخذها كمسلمات ونبني عليها حياتنا وننشرها. طيب إذا أنت تعطي معلومة لشخص هنا بعد 20 متر المعلومة تضعف، وبعد 40 متر 3 أضعاف، وبالنتيجة صفة شيء كبير وكل شيء معقول. بالأساس كل شيء معقول. فتشوف الأوروبي يبني حياته على المنطق. المنطق شو يقول؟ مثل ما نحن نقول اللي تقدر تشيله شيله، اللي ما تقدر تشيله ما تشيله، اللي تحب أن توصله اعمل من أجل هذا الشيء، ولكن لا تنتظر واحد يجيب لك. إذا تنتظر واحد يسوي لك هذا الشيء ما بيطعم. سيدنا عمر كان يمشي مرة فسقطت درته ومعه خادمه. نعم. فنزل هو أخذها. نعم. قالوا لماذا؟ قال صاحب الشيء أحق بحمله. طبعا. فعلا يستطيع أو لا يستطيع. حتى لا نغبن أيضا الشرقي المسلم بغض النظر عن هذه الأخطاء الكثيرة، أتفق معك. نعم. ومحمد عبده قال قبل 100 سنة، قال وجدت في الغرب إسلاما ولم أجد مسلمين، في الشرق وجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. هذا كلامه ينطبق على كلامك تماما دكتورنا الفاضل. لكن حتى لا نظلم أيضا الشرقيين، هناك خير كثير وهناك نماذج جيدة. يعني حتى نسب الانتحار في الشرق أقل بكثير من 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 الغرب، ربما بسبب بقايا دين في النفوس موجودة. نعم نعم. بسبب الحروب مؤخرا. نعم. والأزمات الأمنية والسياسية، يعني فقط ليس نحمل الفرد الإنسان فقط، الدولة تتحمل قصة كبيرة أيضا من هذه الاضطرابات النفسية. نعم. يعني كثرة البطالة. نعم. الخوف. نعم. الحروب. نعم. واحد من شدة بدأ يخاف على أولاده أيضا. نعم. ما مصيرهم. نعم. يعني لا نحمل فقط الفرد وأيضا لا نحمل فقط المسلمين. نعم. هناك خير كبير. ما أريد أن أقوله، نسبة الانتحار عندنا أقل بكثير من الغربيين. نعم. أنه لا زال هناك خيرا كثيرا بالمسلمين، لكن يحتاجون إلى من يعلمهم ذلك. نعم. نعم. ماذا تنصح الحكومات، الجامعات، المدارس والإعلام أن يكثفوا من هذه اللقاءات والدروس في تربية الإنسان؟ هو الانتحار آخر وسيلة بالنسبة للإنسان لحل مشكلة للمشاكل. معناته المشكلة أتت قبل فكرة الانتحار، والمشاكل من بدأت. لو كان أكو فد مكان أو أكو فد مرجعية، هذا اللي عند المشكلة يروح له يحكي وياه على هالمشكلة، هذا يحل المشكلة وعلى الأقل يساعده من المشكلة تخف، يعني تقل هذا. صحيح. فهذا ما يفكر بالانتحار. الانتحار آخر وسيلة لحل المشكلة، لأن هو يعني يهرب من المشكلة. ولكن احنا مشكلتنا بأن ما نعرف شو نقدر نخلق مشاكل، ولكن ما نعرف شلون نحل المشكلة. أجيب لك مثل جدا بسيط. كثير من الناس في العونة الأخيرة انتحروا لأن كانوا مديونين، كثير أشخاص كبار مديونين 70 دفتر، 80 دفتر، 200 دفتر، ما أعرف كم دفتر. دفتر يعني 10,000 دولار. 10,000 دولار. نعم. للمعلومة. نعم. هذه مديونين. في الوقت اللي كان أكو فلوس هواية، كان أكو ناس عندهم فلوس كل شيء، فكان أكو أشخاص آخرين يريدون يستغلون عدم معرفة اللي عنده فلوس بالسوق. كان يأخذ من الفلوس حتى يجيب له 3 أضعاف 4 أضعاف، يسرقها ويمضي أو يغيبه. شو اسمه هذا اللي سرق الفلوس أو اللي سوء استعمال الفلوس ينتحر، لأن ما يقدر يرجع الفلوس هذه، رجع الدين هذا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أكو أشياء نحن نسميها عيب، عيب وعار علينا. كثير من هالأشياء هي في الواقع مشاكل إنسانية اجتماعية، ولكن الطفرة الكبيرة اللي صارت بين الأجيال، يعني لو نأخذ جيل قبل 20 سنة ونقارن مع الجيل هذا، طفرة جدا جدا كبيرة. صحيح. في تعريف كلمة الحياة والعار والشهامة كل هالأشياء هذه، بمرور الوقت صار عندنا مجتمع بنوع من السطحية للمصطلحات. يعني ما نشعر بهذا الشيء اللي أجدادنا كانوا يشعرون به أو آبائنا كانوا يشعرون به. أيام زمان كان كلمة مديون عيب،
كلمة واحد سوف شيء مو زين عيب. اليوم تقريبا صار نوع من الطبيعية أكثر من العادية. عادية. فهذا تأذي بمرور الوقت بأن بعض الأشخاص اللي ما زالوا على السيرة القديمة ما يتلاعمون مع الوضع الجديد فيريد يتخلص من وضعه هو. مثلا أكو ناس ما يقدروا يقدون فينتحر ينتحر. أكو ناس ما يقدرون يتحملون ما قام بأخته أو أمه أو أخته أخت أي شيء من هذا الشيء فينتحر. هو ينتحر هو مو مذنب وإنما يعني خوفا على سمعته اللي هو يعتقده وخوفا على شخصيته ينتحر حتى يخلص من عار شخص آخر مو من عاره هو. زين الآن دكتور كثير تريدنا أسئلة كثيرة جدا من شباب شابات. هذا الشاب قد تخرج من الجامعة ولا يجد له وظيفة. نعم. في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة الاقتصادية الاجتماعية ويبكي يقول أنا حالتي معقدة النفسية. نعم. معقدة جدا. وأيضا الشابة تقول أنا لماذا خلقني الله؟ نعم. أنا تخرجت وجميلة وكذا ولم أتزوج لحد الآن والمجتمع مالتنا مغلق لا أعرف أين أذهب لا أستطيع ماذا أفعل. كيف نعالج نفسيات هؤلاء نأخذ فاصل دكتور ونجيب على هذا السؤال. مشاهدينا الكرام فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وحديثنا عن الاضطرابات النفسية والخوف من المستقبل مع الدكتور إحسان هموندي. مرحبا بكم من جديد دكتور. دكتور علماء النفس والاجتماع دائما ما يقولون وينبثون يعني يبثون الأمل والتفاؤل. نعم. لم يفت الأوان بعد هكذا يقولون دائما. نعم. نعم. كثير من الشباب والشابات كما كنا نذكر قبل الفاصل أنه قد يأسوا من الحياة ووصلوا إلى يعني حالة خطيرة من اليأس. نعم. ربما يلجؤون إلى أمور لا تحمد عقبها بسبب كما ذكرنا الأجواء والحالات الاجتماعية والاقتصادية. لم يفت الأوان بعد هكذا تقولون؟ أنا أقول في كل حالة موجود إن كان حتى بسيط صغير من الأمل الأمل ما يموت. الأمل حي يبقى. المشكلة عند شبابنا أو في مجتمعاتنا بشكل عام بأن كل واحد لازم يدرس ويتخرج من جامعة وهذا خطأ. لو تشوف المجتمعات الأوروبية نسبة اللي يتخرجون من الجامعات أقل بكثير من نسبة اللي يخرج من المعاهد المهنية وناجحين وناجحين في حياتهم 100 مرة أكثر. والحكومات الموجودة في أوروبا ما مسؤولة على الإطلاق عن أي شخص يتخرج من الجامعة حتى تعطيها مكان يشتغل به. هو لازم في سوق الحر. أنا طبيب عيون عندي عيادة. أكو أطباء عيون آخرين ما عندهم عيادة وإنما يشتغلون في شركات أدوية في شركات بيع الأدوية مثلا أو يشتغلون في الصحافة الطبية. نحن عندنا سكة ما نطلع من السكة هذه. صحيح. ونستمر عليه وننتظر إلى اليوم اللي يجي أنا أتعين. فنصيحتي لكل الشباب والشابات وخاصة الآباء والأمهات لا يضغطون على أطفالهم أن يدخلوا جامعة إلا من أجل أن يكون ابني خريج جامعة أو بنتي خريجة جامعة. هذا ما ضروري بالحياة. الحياة بها 1000 إمكانية 100,000 إمكانية موجودة. أنا تعرفت على وحدة تخرجت من كلية الزراعة في ألمانيا فأصبحت فلاحة. ذهبت إلى القرية واشترت قطعة أرض وأصبحت فلاحة. عتها أبقار عتها أماكن يعني صارت لم تفكر وظيفة أو تصور جامعة أستاذة تصور يعني. خريجة عراقية من الجامعة وتقول لها روح أصبحي فلاحة مستحيل بتقبل. طبعا ما تقبل. طيب تعتبره عيبا ربما عيبا كبيرا. والرجل أنا أعرف أشخاص اتخرجوا من كلية الزراعة أو كليات مشابهة لكلية الزراعة أصبحوا فلاليح. راح اشترى قطعة أرض عنده ماشية عنده أبقار عنده كل شيء. يعني هالأشياء أنت لازم تنسجم مع الواقع. هو الهروب من الواقع مشكلة لأن الواقع ما تقدر تهرب منه. واقع شيء واجد موجود وملموس. إذا تهرب وين تروح؟ الواقع يركض وراك ما تقدر تنهزم.
فمعناته كل خريج مو ضروري أو ما ممكن أصلاً أن تنطيه الوظيفة اللي هو يريده أو المكان اللي هو يريده. الخريج يتخرج عنده شهادة، طيب هالشهادة هذا تأهلك تشتغل حسب التخرج. طيب أنت ابحث غير الأماكن الحكومية في الاقتصاد الحر في الأماكن الأخرى عن وظيفة، مو ضروري إلا تكون الوظيفة اللي أنت تبحث عنها، وإنما اعبر مثل جسر. بل كثير الآن من الاقتصاديين يعتبرون الوظيفة عبودية العصر بالأصل، ويقولون ابحث أنت على عمل حر. عمل حر مثل ناس كثيرين مع الأسف ما موجود، هالثقافة ما موجودة. رأيت في الإمارات كثير من الشباب، نعم، قد فتحوا لهم بعد التخرج يعني حتى في بيته ربما، نعم، مشروعا، نعم، ناجحا، ولا يلتفت إلى الوظيفة. لا، في شباب عربي يعني، نعم، حتى لا وأكراد، نعم، وماليزيين رأيت، نعم، أيضا وأتراك، نعم، رأيتهم أنا يعني وبعضهم أعرفهم يعني. أنا أعرف شخص يجي العيادة ألماني يشتغل بالسنة ست شهور مهندس، يومية 12-13 ساعة، والست شهور الأخرى من السنة يأخذها فري، يعني يأخذها كإجازة، يروح كل مرة لبلد من البلدان يتعرف عليه، مرة يمشي كل البلد بالمشي، مرة يشتري حصان ويركب حصان يتعرف على البلد، يعني أشياء كثيرة، يكتسب ثقافة عامة، ثقافة في كل بلدان وطبايع الناس. نحن الموظف الموجود عندنا من يوم اللي يتوظف إلى أن يموت نفس الكرسي نفس المنضدة، يا أخي شلون ما ينزعج فعلا، نفس الطريق، يعني ما عنده تغير. ولا إذا ما عندك تغير معناته أنت تبقى ثابت. الله، هذا ذكي لستة أشهر، ستة أشهر، نعم، هذا النبي، نعم، يقول عليه الصلاة والسلام في أثر يعني سافر وتصحوا، نعم، يعني هذا هو سفر، نعم، هو أيضا اطلاع على يكسر الروتين ويطلع على ثقافات أخرى يكتسب حتى يجد روحه. وأنا أعجبتني كلمة لفيلسوف إسباني عندما سئل من أين أنت، قال من كل الأرض، نعم، هو فعلا آدم خلق من، نعم، كل الأرض، وهو، نعم، يبحث عن ثقافة كل الأرض، يقول، نعم، أجد نفسي في كل الأرض، نعم، فعلا نحن تقوقعنا في يعني مجتمع معين وظلينا نفكر في هذه المشاكل التي نعانيها نحن. نعم. دكتور، أيضا هناك مصطلح في علم النفس يعني يسموه الغربة النفسية، نعم، يعني إنسان يحس نفسه غريبا عن هذا الكون، نعم، يعني يقول من أين أتيت، نعم، وإلى أين سأذهب بعد الموت، يعني، نعم، حتى الخيام يقول لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر. نعم. القرآن رد على هذا عندما، نعم، قال وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بالضبط. الذين يخافون من الموت أو الذين يسألون لماذا أتينا وإلى أين سنذهب، نعم، ماذا يقول علم النفس لهؤلاء مع أيضا مع كلام الله سبحانه وتعالى؟ أكو كتاب كلش قديم يسموه دع القلق وابدأ بالحياة، كتاب موجود معروف مدة طويلة، معروف كلش. نعم. أنا أقول لكل واحد يفكر بالموت، لا يفكر به، الموت يجي إن تريد أو ما تريد، ما عنده موعد، ما عنده وقت، ما عنده زمان. أوكي، إذا أعرف نهاية الحياة الموت، ولكن الله منطيني المجال أعيش، لازم أتمتع بالحياة، لأن الحياة فرصة. حتى اللي الله سبحانه وتعالى يتوقع منك أن تقوم به، اعتني بنفسك، اعتني بجيرانك، اعتني بحياة الآخرين، يعني أنت شيء مفيد بهالطبيعة هذا. ولكن إذا ما تعرف إمتى الموت وتنتظر الموت فأنت ميت، يعني كيف أنت تعيش وتنتظر الموت؟ ما تقدر، لهذا مخالف لقانون الطبيعة. الإنسان اللي يعيش يعرف بأن حياته محدودة، ولكن المحدودة مو منه إلا لا سامح الله، واحد يفكر بالانتحار باشر انتحر هاي تنتهيه. ولكن ما دام عايش أنت لازم تتمتع بالحياة وتنطي الحياة حقها. وهذا الإسلام يؤكد على أن الحياة مزرعة الآخرة جئت لتعمل فيها، نعم، وأن الموت ليس نهاية الحياة، نعم، نهاية هذه الدنيا، نعم، لكن هناك حياة أخرى وحيوات أخرى، نعم. وإذا الإنسان يتمسك بهذا الشيء معناتها الحياة اللي نعيشها هنا فرصة،
توفر مثل دفتر التوفير، توفر جميل. كثير تأخذه وياك. جميل. توفر أشياء زينة، عمل زين إنساني، يعني كل الأشياء هذا هاي فرصة ذهبية بالنسبة لي. كنت صغيرا دكتور في الموصل حضرت خطبة لأستاذي الأول معلمي الأول رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. عنوان الخطبة كان غريبا، الحياة فرصة وموقف وأثر. نعم. يعني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. عمل. نعم. فرصة وعمل. نعم. والأثر أخذها من قوله تعالى إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. نعم. يعني الإنسان نعم. جاي لغاية في هذه الحياة. نعم. نعم. عليه أن يعمل لهذه الغاية ويتحمل الصعوبات وكله له أجره عند الله سبحانه نعم. وتعالى. نعم. إذن ما قيمة الحياة عند الإنسان حتى يحيا ولا ييأس، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الفاسقون؟ هو في الواقع اللي يأخذ الحياة كما هي بها متعة، بها إمكانيات هائلة، حتى أولا تتعرف على نفسك، تتعرف على الآخرين، وتتعرف على مشاكل الآخرين حتى تساعدهم، لأن الحياة فرصة مثل ما قلنا، فرصة للعمل الجيد، للعمل الحسن، وفي نفس الوقت إمكانية أن نشوف الدنيا. دنيانا مو هذا المكان اللي نحن عايشين به، أكبر من هذا بكثير. لو نحن عندنا إمكانية وعندنا القدرة المادية، لو فقط نزور البلدان الموجودة بالعالم تقريبا 200 بلد، العمر ما يكفي. صح. نحن لازم، أكو ناس ما طالعين من قريتهم، أكو ناس ما طالعين من مدينتهم وعايشين حياة سعيدة. هذا مكتفي بهذا، مكتفي بهذا، معناته بس اكتفاء أنا أعتبره فرشي بعض الأحيان بكسل. أكو فرق بين الاكتفاء الذاتي، واحد يكتفي أقول ما أريد أكثر من هذا، وثاني كسلان ما يريد يقوم بشيء. بجنبه أكو منطقة جميلة ما يروح لها، بجنبه أكو فرد واحد مريض ما يروح يساعده، بجنبه أكو فرد لا سمح الله تعزية ما يروح، كسلان. معناته أنت أكو فرق بين اكتفاء وبين الكسل، وإلا الحياة كلها كلها عمل. يعني الكسل هذا الذي يتبعه ربما أنانية، ويتبعه بعد ذلك ربما يعني الانطواء عن الآخرين، وهذا يؤدي أيضا إلى انعكاسات نفسية. كآبة. دكتور قرأت دراسة لأحد علماء النفس سابقا. نعم. عبارة عن التخلص، واجد حل للتخلص من الاكتئاب. نعم. يقول إذا أردت أن تكون سعيدا فأوجد إنسانا أحاول أن تسعده. نعم. يقول نعم. أنا أعطيك جارانتي 15 يوم تتخلص من الاكتئاب. نعم. توافقون على هذه الدراسة؟ نعم 100%. أنا كنت قبل 3 أيام في قرية وكنت جالس، إجت فتحوا نحن نسميه سيمورا، أدخل سنون يسموه بالعربي يسموه. نعم نعم. فأنا قاعد ما أتحرك، نزل من الشجرة، شجرة عالية، شجرة جوز، نزل أشوف بثمة فشي كبير جوزة، الحيوان نازل، ثم هيجي راح اتقدم شوية، حفر حفرة، خلى الجوزة بيها بالحفرة وغطاها، وكان دائما تحاول تشوف اكو شيء خطر ماكو شيء، وبعدين اجت جاء الحيوان وشرب شوية مي وصعد الشسمة. هذا الحيوان يقوم بأعظم عمل اللي الإنسان ما يقوم به، هذا فكر بالشتاء، جوز ماكو، كل شيء ماكو، كله ثلج، سبحان الله، منطقة ثلج. هذا يروح يبحث عن المكان اللي كان به جوزه، ياخذ جوزه ياكلها. في بعض الاحيان ينسى وين جوزه، هالنسيان ينطل للطبيعه شجره جديده من الجوز، من الجوز المخبي بالكاع. يعني العمل هذا، العمل لو ما الحيوان هذا يقوم بهذا العمل، ربما كان عندنا 100 شجرة للجوز، ولكن بعمل الحيوان عندنا 200 300 400، وعندنا في أماكن اللي الإنسان بحياته ما كان يفكر يزرع شجرة جوزة. هي لو الإنسان يقوم بهذا لكان سعيدا ومن حوله سعداء. بالضبط بالضبط. نحن ما نقوم به، يعني أنا أعتقد
في رأيي يعني رأي شخصي مستحيل أكو موقف ما ممكن تسعد به إنسان، مستحيل أكو موقف. ابتسامة صح، ابتسامة صح، أو سلام عليكم صحيح، أو أقدر أساعدك، الله بالخير، يعني أي كلمة. أكو ناس يغادرون البيت يروحون للشارع يتمنون واحد يجي يسلم عليهم. عجيب، ما يلقون أحد، يرجعون قلبهم مكسور، يصابون بكآبة، ماكو واحد يدق الباب عليه، ماكو واحد يقول له شو تريد أو ما تريد فشي. يعني أنا هالأشياء اللي أشوفها هنا في السنوات القليلة الماضية انقلاب على الحياة الاجتماعية عندنا، انقلاب في القيم. نعم، انقلاب واضح، انقلاب صح. واضح. أنا أتذكر من والدتي كانت تعمل خبز، تعمل رغيف، تعطي للجيران، رغيف 4-5 جيران يأخذون خبز جديد نوزع عليهم. يعني فرشي بين عندنا جيران نحبهم نحترمهم نقدرهم. هذه قلت الآن كثيرا، يعني ما بقى شيء. دكتور، أنت في بداية الحلقة قلت كلاما جميلا صراحة على بساطته، يعني ينطيك حتى حلاوة في النفس والروح. نعم، قلت في السابق كان الناس بسطاء يشتغلون وبعد العصر يروح المقهى. نعم، يجلسون مع بعض يتناولون مشاكلهم إذا كان أكو يحلوها. نعم، بعدين يحكون نكات، ولي يأذن المغرب يصلون ويرجعون على بيوتهم. نعم، قاعدون شوية يسهرون مع بيوتهم واللمة الحلوة هذه حتى تعطي طمأنينة للنفس. يعني بالضبط الآن على في غرفة النوم على السرير المرأة تتحدث في الواتساب أو الفيس والماسنجر والرجل. نعم، حتى العلاقات القريبة أيضا والأطفال والأولاد هناك مشاكل فعلا. هذه نفسها سوء استخدام التكنولوجيا، نرجع إلى النقطة الأولى أيضا عكست علينا. نعم، قيمنا انتهت. نعم، أيضا الكرام، المساعدة الآخرين، يعني من أراد أن يكون سعيدا فليسعد الآخرين أيضا. نعم، نعم. زين دكتور، الذي يحمل هموما كثيرة يعني تكاد الأرض يعني تغلق على صدره. نعم، ما تنصحونه؟ يعني أولا هموم في الواقع، في الواقع شيء ما موجود، مصطنع من الإنسان، اللي ما تريد تشيله ما يحملك أحد. سيد دكتور، أكو ناس جائعين لا يجدون لقمة مثلا. أوكي. يعني هناك ناس عندهم أولاد وفي بطالة، يعني الآن يعني الدولة مقصرة كثيرا. نعم، دول بشكل عام يعني مقصرة. نعم، في إيجاد فرص عمل. نعم، الوضع الأمني، الوضع السياسي المرتبك، حتى الشعب بيناته بدأ شرخ بيناتهم بسبب سياسات خاطئة أيضا. نعم، الطائفية إلى آخره. هناك هموم فعليا، يعني كيف نتخلص منها؟ صحيح، الهموم موجودة، يعني ما أقول ما موجود، ولكن الهموم واحد يقدر يقلل منه أو يضعفها، يعني مو بالشكل هذا، عدم الوسواس والتفكير الكثير مثل فيها. أجيب لك مثل، فالواحد ما عنده عمل، عاطل عن العمل، أوكي، أنا بس أسأل نفسي ليش عنده 12 أطفال؟ يا هنا تبدأ المشكلة. يقول الله يرزقهم، هذا والله مو صحيح. أنت لازم تفكر قبل ما تنجب أطفال وين يعيشون، بأي بيت، وين يأكلون، أكو مدرسة بالمنطقة. فعلا الله يرزقهم، لكن وين الأسباب؟ صحيح، صحيح. الأسباب، أكو مستشفى بالمنطقة، أكو كل الأشياء ما موجودة، شو تسوي بيهم؟ هذا يعني الأوروبيين هسه عددهم تتناقص مو يزداد، بينما عندنا اندونيسيا صار 180 مليون، عقد 225 هسه تقريبا هيك شيء. تمام، مصر 100 مليون اضافي، انت شايف مصر؟ بالتاكيد شايفها. مصر فيها مشاكل كثيره والطلاق كثير، وكل 4 دقائق طلاق من حالات نفسيه. منين تجي هذه؟ منين تجي هالاشياء؟ معناته ماكو تخطيط صح، لا من الحكومه ولا من البشر نفسه، من الإنسان الاعتيادي. فوضى في التخطيط؟ نعم، حتى على مستوى الأسرة وإنجاب ما موجود الأولاد. طبعا في الإسلام الفقهاء تحدثوا عن تحديد النسل. نعم، يعني عفوا تنظيم النسل. نعم، أباحوه، وليس تحديد النسل. لا، تنظيم مطلوب. نعم، ما دكتور؟ نعم، كما تفضلتم أنتم. نعم، فعلا أنا فقير جدا جدا، والوضع يعني وهكذا، يعني بدون أي تفكير، يعني أنجب بدون أي تفكير، هذا فعلا منافي لاتخاذ الأسباب.
يعني يعني بعض الصور اللي ما أقدر أشوفها ولكن مضطر أشوفها، تشوف في بعض تقاطعات مع شارع امرأة تحمل طفل وتقدي. كم مرة شفت؟ تشحذ كثير والله، تقطع طيب القلوب. طيب ليش تحتاجون هالطفل هذا؟ ليش تحتاجوا؟ طيب المجتمع أيضا ظالم أحيانا. طبيعي أحيانا لا نلقي اللوم فقط على هؤلاء، نحن المجتمع من يقود المجتمع. سوء استعمال العطف للطفل تؤدي إلى هال إلى هالصورة هذه. هي جايبة الطفل حتى نحن يصير عنده يعني عطف على الطفل ونعطي الفلوس للمرأة. طيب مرأة مرأتين ثلاثة أربعة، بهذا ما نحل المشاكل. زين كلمة أخيرة دكتور، خلص الوقت. نعم كلمة أخيرة للناس، للتفاؤل، تدعو للتفاؤل وعدم الخوف من المستقبل. خوف من المستقبل، مستقبل بيد الله سبحانه وتعالى. بس اللي أقوله لكل إنسان أن لا يفكر في المستقبل بشكل قاتم، بشكل أسود، وإنما يفكر دائما برحابة الصدر. اللي يجي يجي، اللي أقدر أحله أحله، واللي ما أقدر أحله أخليه يجي يركض بجنبي. لأن أنت ما تقدر تحل كل المشاكل بالعالم. إذا تحل مشكلتك أو جزء من مشكلتك معناته أنت واحد ناجح بالحياة. فقلة ونوعية لحل المشاكل، وما تخلي المشاكل تتراكم، ما تأجل مشكلة لباكر بعد باكر بعد، لأن تجي مشاكل أخرى. يعني مثل واحد مديون، بدل ما يدين أكثر يروح يدين أكثر وأكثر، ما يقدر يدفع ديون، في يوم من الأيام كعابة. إذن عليه أن يخطط ويفعل الذي عليه، ثم يدع الأمر للقدر ولله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله ويفعل ما عليه ويتفائل بالمستقبل. نعم نعم، ويكون عن همومه معرضا هكذا يعني. إن شاء الله. دكتور إحسان أموندي، شاكرين لكم هذه الإطلالة من قناة الفلوجة. أهلا وسهلا، والشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ألقاكم في الجمعة المقبلة بحول الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.